أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled Millions. الدرس بتاع النهاردة يعتبر استكمالا للدروس اللي بتتكلم عن ال large numbers، والmillions يعتبر أحد هذه ال large numbers. إحنا كنا خدنا الدرس اللي فات ال 100,000 وقلنا إن ال 100,000 ده يعتبر ال smallest 6 digit numbers. طيب ال 6 ديجيت نمبرز دول لما باجي انا ابتدي اكاونت عليهم كده لحد لما اوصل للجريتست 6 ديجيت نمبر، مين هو الجريتست 6 ديجيت نمبر؟ الجريتست 6 ديجيت نمبر عندي اللي هو 999,999. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي مين هو النمبر اللي بعده. احنا اتفقنا مع بعضينا عشان اجيب النمبر اللي بعد اي نمبر لازم اعمل ادنج ال 1، يعني ازود عليه 1. طيب انا النمبر بتاعه اهو اللي هو الجريتست 6 ديجيت نمبر هنزود عليه 1، يديني 9 بلس 1 از 10، هنحط 0 ونكاري اب 1 على الديجيت اللي بعده. 1 بلس 9 از 10، نحط 0 ونكاري اب 1 على الديجيت اللي بعده، وهكذا لحد ما نوصل لهنا 1 بلس 9 از 10. طيب لما اجي احط ال 10 بقى، لما اجي احط 0 هنا واجي كاري اب 1، انا ما عنديش ديجيت هنا موجود في النمبر ده، وبالتالي بضطر افتح ديجيت انا في الايه؟ في الانسر بتاعتي. يبقى لما اجي اكتب ال 10 اكتب ال 10 على طول، بس اللي حصل ان انا زودت ايه؟ انذر بليس، اصبح عندي 7 ديجيت نمبر، وبالتالي هيبقى اول 7 ديجيت نمبر عندي هو اسمه ايه؟ اسمه المليون. ويبقى انا كده فتحت عندي جروب جديد من البليسز. كان عندي اول 3 بليسز دول كنا بنسميهم اليونتس جروب، وال 3 بليسز دول كنا بنسميهم الثاوزندز جروب، وال 3 بليسز بقى دول الجداد هنسميهم المليونز جروب. زي ما انتم شايفين هنا كده، اول جروب عندي هنا اللي هو الجروب بتاع اليونتس اللي موجود فيه اليونتس بليس والتنس بليس والايه والهندردز بليس. بعد كده الجروب بتاع الثاوزندز اللي فيه اليونتس والتن ثاوزندز والهندرد ثاوزندز. وبعد كده الجروب الجديد اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه الليسون ده هتلاقي فيه اليونت بتاعت المليونز وال 10 مليونز وال 100 ايه وال 100 مليونز. اللي سمولست ديجيت نمبر عندي كان ال 1 مليون. طيب الديجيتس دي لو قعدت انا اعمل ادنج ال 1 عليها هنقدر نوصل للجريتست 7 ديجيت نمبر اللي هو مين؟ 9 مليونز 999,999. طيب لو انا عايز اجيب بقى النمبر اللي بعده اجيبه ازاي؟ نعمل على النمبر ده اديشن بايه؟ ب 1، نفس اللي عملناه في الاكزامبل اللي فات. 9 بلس 1 از 10، 0 هنكاري اب 1 وهنفضل نقول 10 هنحط 0 ونكاري اب 1 لحد ما نوصل لايه؟ للديجيت ده. الديجيت ده 9 بلس 1 از ايه؟ از 10. لما اجي احط الزيرو انا ما عنديش هنا ديجيت اكاري عليه الايه؟ ال 1، وبالتالي افتح هنا بليس جديد احط فيه مين؟ احط فيه ال 1. يبقى انا ابص انا الاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 ده اصبح 8 ديجيت نمبر، وبالتالي اللي سمولست 8 ديجيت نمبر عندي هيبقى اسمه 10 مليون. ليه؟ عشان موجود هنا عندي ايه؟ موجود عندي هنا 10. طيب لما نيجي نشوف هنحطها ازاي في البليسز، ال 1 دي نحطها فين؟ نحطها في البليس اللي هو 10 مليون. طيب لو جينا خدنا اللي سمولست 8 ديجيت نمبر اللي هو 10 مليون وقعدنا نزود في وانز عليه هنوصل لايه؟ هنوصل للجريتست 8 ديجيت نمبر اللي هو ايه؟ 99 مليون 999,999. لما يجي نحط عليه 1 يديني ايه؟ ال 1 ده 9 بلس 1 از 0، 0 هنكاري اب 1 وهنمشي بالنظام ده لحد ما اوصل للديجيت ده. 9 بلس 1 از 10، لما اجي احط الزيرو مش هلاقي هنا ديجيت اكاري عليه ال 1، وبالتالي بنزل مين؟ بنزل ال 1، يعني بفتح بليس جديد. يبقى انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى ال smallest 9 ديجيت نمبر از 100 مليون. وال 1 ده لما اجي احطه في البليسز يتحط فين؟ يتحط في البليس بتاع الايه؟ ال 100 مليونز. تعالوا مع بعضينا نتنقل لجزئيه الفاليو والبليس فاليو. الجزئيه دي لازم تكون عارفها تماما وبتتكرر معاك في كل ايه؟ في كل ليسون. طيب احنا عرفنا من الليسون اللي فات ان انا عندي مجموعه بليسز والفاليو بتاعه الديجيت
بتستمد قيمتها من الايه؟ من البليس اللي هي قاعده فيه. طيب لما نيجي نبص مع بعضينا للنمبر ده، النمبر ده 569,872,134. ايه الجروبات اللي عندي هنا؟ عندي جروب من اليونت ديجيتس، عندي جروب من الثاوزند ديجيتس، عندي جروب من المليون ديجيتس. طيب الفور دي عباره عن ايه؟ عباره عن يونتس، زي ما انت شايف كده في العداد حاطين اربع ايه؟ اربع كور. طب الفاليو بتاعت الفور دي از 4، ليه؟ لان في اليونتس هنا النمبر ده اعمل له تايمز 1 يديني الفاليو بتاعته اللي هي كام؟ اللي هي 4. طيب نيجي لل 3. ال 3 موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ موجوده في البليس اللي اسمه التنس، او البليس فاليو بتاع ال 3 اللي هو التنس. طيب الفاليو بقى بتاعت ال 3 اجيبها ازاي؟ اجي للديجيت اللي موجود في البليس ده واعمل له تايمز الايه؟ تايمز ال 10. يبقى الفاليو بتاعت ال 3 از ايه؟ از 30. طب هلاقي كام كوره هنا؟ هلاقي 1 2 3 3 بولز، عندي 3 بولز، كل بول بتمثل عندي 10. يبقى 3 تايمز 10 از ايه؟ از 30. يبقى دول 30 وده كده ايه؟ وده كده 4. طيب نيجي بعد كده ال 1 ده البليس بتاعه اللي هو قاعد فيه اسمه ايه؟ او البليس فاليو بتاعته ايه؟ البليس فاليو بتاعت ال 1 عباره عن هندردز. يبقى عشان اجيب الفاليو بتاعت ال 1 اعمل لها تايمز ايه؟ تايمز 100. نيجي بعد كده للجروب ده، ال 2 دي موجوده فين؟ موجوده في البليس اللي اسمه ثاوزندز. ال 7 10,000، ال 800 thousands اللي احنا خدناها الليسون الايه اللي فات. نيجي بقى للليسون اللي احنا ايه بنتكلم فيه ده، عندي جروب جديده موجود فيها مجموعه بليس فاليوز جديده. نبدا بمين؟ بالبليس فاليو ده. البليس فاليو ده اسمه ايه؟ اسمه المليونز بليس. والفاليو اللي بيديها للديجيت اللي هي فيه اجيبها ازاي؟ اللي موجود هنا اعمل له تايمز 1 مليون. يبقى ال 9 دي الفاليو بتاعتها 9 مليون. طيب ال 6 موجوده فين؟ موجوده في البليس اللي اسمه 10 مليونز. يعني ايه 10 مليونز؟ يعني اللي هيقعد في البليس ده هيتعمل له ملتيبليكيشن باي 10 مليونز تديني الفاليو بتاعته. يبقى الفاليو بتاعت ال 6 از 60 مليون. طيب ال 5 موجوده فين؟ في البليس اللي اسمه 100 مليونز. يبقى الفاليو بتاعت ال 5 دي 500 مليون. الحته دي لازم تفهموها كويس لانها متكرره معاك في دروس كتير. طيب نيجي بعد كده هنشوف برضو الديفرنت فورمز. لما اجي اكتب النمبرز دي بكتبها ازاي؟ اول حاجه في عندي حاجه اسمها الستاندرد فورم اللي هي الديجيتس بتاعتنا العاديه اللي احنا بنكتبها، وبعد كده عندي الاكسباندد فورم او الصوره المجزاه، باخد كل ديجيت وادي له الفاليو بتاعتها وبعد كده اعمل لهم كلهم صم. وبعد كده عندي الورد فورم اللي هو ان انا بقراه كده ايه فيربالي. انا عندي هنا 569,872,134. طيب اخر جزئيه في الليسون عشان بتجيلنا في التشوز او ممكن تجيلنا في الكومبليت، لازم تبقى عارف الكوارتر ايكوال قد ايه، لازم تبقى عارف الهاف ايكوال قد ايه، لازم تبقى عارف الثري فورسز ايكوال قد ايه. ال1 اوفر 4 او الكوارتر اوف مليون ده بيكوال 250,000. ال half million equal 500,000. ال three fourths of a million equal 750,000. دول برضك مهمين جدا تبقى انت عارفهم. تعالوا مع بعضينا نحل الاكسرسايز 2. اكسرسايز 1 بيقول لي complete the table as in the example. هنا عندي مجموعة numbers هنا وعايز احط كل digit في البليس فاليو بتاعته. طيب الاكزامبل بتاع ال 7 دي مكانها فين؟ في اليونتس بليس، وبالتالي حطيناها في الكولوم بتاع الايه؟ بتاع اليونتس. ال 8 كذلك موجودة في التنس بليس، ال 9 في الهندردز بليس اند سو اون. طيب تعالوا نشوف النمبر ده. انا عندي اول 3 جروبز دول مين؟ يونتس. يبقى انا عندي احط ال8 في اليونتس، ال1 في التنس، ال5 في الهندردز. طيب بعد كده 326,000 يبقى احط هنا 326، وبعد كده 700 and 14.
اكسرسايز سهل جدا جدا. طيب يبقى هنا 0 0 3 9 0 0 3 5 and 8 and 7. وكنا احنا قلنا ان الزيرو لما يتحط في اي بليس فاليو الفاليو بتاعته بترينينز زيرو ما بتتغيرش. يعني مثلا ال 9 دي موجوده فين؟ موجوده في الثاوزندز او اليونتس بتاعت الثاوزند. طيب الفاليو بتاعتها ايه؟ 9000. طب الزيرو ده موجود في ال 10000 الفاليو بتاعته هتفضل زي ما هي ايه؟ زيرو. طيب هنا انا عندي هنا 1 2 6، وكان عندي هنا 4 5 3، وبعد كده ايه؟ بعد كده 7. ما عنديش 10 مليون وما عنديش 100 مليون. هنا 0 0 3 0 0 0 وبعد كده عندي 8. نيجي هنا عندي 8 0 5 3 2 9. طيب نيجي بعد كده اكسرسايز 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي رايت ذا فاليو اوف ذا اندرلايند ديجيت according to its place in each number as in the example. في الاكزامبل عامل لي ايه؟ عامل لي لاين كده خط صغير تحت الفور. طب الفور دي موجوده في انهي بليس؟ لما نيجي نبص ادي الجروب بتاع المليونز، ده هنا المليونز، ده 10 مليونز، يبقى الفاليو بتاعت الفور 40 مليونز. طيب نيجي هنا الفور دي موجوده فين؟ موجوده في البليس اللي اسمه 100000، يبقى الفاليو بتاعتها 400000. وقلنا ان احنا ممكن نعملها ازاي؟ اكتب البليس واكتب كل اللي على الرايت زيروز. يعني انا عندي هنا 6 اكتبها هنا اهو. عندي كام ديجيت على الرايت؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى احط جنبيها 7. 1 2 3 4 5 6 7 ديجيتس. جميل؟ او هي موجوده في البليس اللي اسمه ايه؟ هي في الجروبس بتاعت المليونز. ادي المليونز، ادي ال 10 مليونز، يبقى اعمل لها 6 تايمز 10 ايكوال 60، يبقى 60 مليون. طيب هنا الفور موجوده فين؟ في البليس بتاع المليونز، يبقى الفاليو بتاعتها 4 مليونز، يبقى 4 مليونز. هنا ال 9 موجوده فين؟ في ال 10000، يبقى نعمل تايمز 10 يبقى 90000. طب هنا الزيرو في اي حته يبقى زيرو على طول. هنا ال 3 حط هنا 3 زيروز يبقى ايه؟ 3000. هنا ال 6 دي موجوده فين؟ ادي الجروب بتاع المليونز، موجوده في ال 100 مليونز، يبقى 600 مليونز. ال 5 في اليونتس تبقى ايه؟ تبقى 5. اكسرسايز 3 بيقول لي choose the correct answer as in the example. الاكزامبل بيقول لي ايه؟ بيقول لي the place value يعني words of the digit 3 in the number. النمبر ده is ايه؟ فين الديجيت 3؟ الديجيت 3 موجود هنا اهو. طب موجود في اني جروبز؟ اليونتس ولا الثاوزندز ولا المليونز؟ موجود في جروب بتاع المليونز. في اني بليس؟ البليس بتاع المليونز. يبقى عندي البليس فاليو، نختار مين؟ المليونز. طب نيجي هنا البليس فاليو اوف ذا ديجيت 5 في النمبر ده is ايه؟ ال 5 اهي موجوده فين؟ في الجروب في ادي الجروب بتاع المليونز. هنا المليونز، هنا ال 10 مليونز، يبقى الفاليو بتاعتها، خد بالك بقى هنا ما قالش 10 مليونز، هنا انا بتكلم على فاليو، يبقى 5 10 مليونز اللي هي كده، اللي هي 50 مليونز. يبقى بدل ما يكتبها لي بالستاندرد فورم جايبها لي ميكسد، جايب لي نمبر ومعاه ايه؟ وورد فورم. نيجي اللي بعد كده البليس فاليو اوف الديجيت 2 في النمبر ده از ايه؟ التو موجوده هنا اهي، دي الجروب بتاعت الايه؟ بتاعت المليونز. يبقى التو موجوده فين؟ ادي المليونز، 10 مليونز، 100 مليونز، يبقى ال 100 مليونز. نيجي هنا البليس فاليو للديجيت 8 في النمبر ده، ادي كده اليونتس الثاوزندز، هنا الايه؟ الجروب بتاعت المليونز. في انهي ديجيت؟ في اول ديجيت على الرايت في الجروب بتاع المليونز، يعني اليونتس بتاعته. طالما اليونتس بتاعت المليونز يبقى هي المليونز، يبقى از ايه؟ از مليونز. طيب البليس فاليو، كلمة بليس فاليو يبقى احنا هنكتب words. البليس فاليو اوف ذا ديجيت 6 ان ذا نمبر ده از ايه؟ ال 6 اهي. طيب في اني جروب؟ الجروب بتاع المليونز. في اني ديجيت؟ السكند ديجيت اللي هو ايه؟ ال 10 مليونز. اللي بعد كده الفاليو، الايه؟ الفاليو، يبقى انا هكتب نمبر اوف ذا ديجيت 4
ان ذا نمبر ده از ايه؟ الفور اهي، استبدل كل الديجيتس دي بزيروز، حط هنا كله زيروز، يبقى 4 وجنبيها 6 زيروز، اللي هي مين؟ اللي هي دي. هنا الفاليو اوف الديجيت 9، كل اللي جنب ال 9 حط مكانه زيروز، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 زيروز، اللي هم مين؟ اللي هم دول. الفاليو اوف الديجيت 5 في النمبر ده از ايه؟ هي موجوده هنا، يبقى 50,000، هنحط هنا 0 و0 و0 4 زيروز، تبقى 50,000 اللي هي دي. الفاليو بتاعت الديجيت 7 في النمبر ده از ايه؟ حط هنا جنبيها كلها زيروز، طب هي موجوده فين؟ في ال 10 مليونز، يبقى 70 مليونز اللي هي دي. اكسرسايز 4 بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل، زي ما انتم شايفين مديني ستاندرد 4 وبنحولها لاكستندد فورم والعكس. طيب هنا النمبر ده لما اجي احوله لاكستندد فورم، ال 3 دي موجوده في البليس فاليو اللي هو اليونتس، يبقى الفاليو بتاعتها ال 3. طيب ال 2 الفاليو بتاعتها ايه؟ 20. ال 4 الفاليو بتاعتها 400 عشان موجوده في الهندردز. ال 8 موجوده فين؟ في الثاوزندز، يبقى الفاليو بتاعتها ايه؟ حط كل اللي جنبها زيروز، يبقى 8000. ال4 تبقى 40,000. ال5 500,000. ال6 6 مليون. نيجي هنا ال3 دي موجوده في ال10 مليونز، تبقى 30 مليون. ال5 تبقى 5 مليون. ال9 900,000. ال10 ال1 تبقى 10,000. ال2 2,000. ال4 400. يبقى مكان واحد فاضي احط فيه الايه؟ ال50 كلها. طب نيجي اللي بعد كده، ال6 دي موجوده فين؟ في ال100 مليونز، يبقى الفاليو بتاعتها كام؟ 600 مليون. ال8 80 مليون. ال7 7 مليون. ال5 500,000. ال1 موجوده في ال10,000. طبعا الزيرو ده خلاص مش هكتبه لان الفاليو بتاعته الزيرو، وبعد كده ال2 دي عباره عن 200، وبعد كده ال30 اللي هي ايه؟ اللي هي 30. طب نيجي هنا بعد كده عندي ده 1 مليون، يبقى هنا في المليونز، بعد كده هنا في جروبز لل1000 وجروبز للايه؟ لليونتس. هنا 500,000 يبقى هنا في 5. 80,000 يبقى 8. 2,000 يبقى هنا في 2. 941. نيجي هنا 40 مليونز، وعندي هنا 7 يبقى 47 مليون. بعد كده عندي 300,000 70,000 1,000. بعد كده 600 and 5. نيجي هنا 70 مليون، نحط كده الايه؟ ادي 70 في المليونز، عندي هنا بقى الثاوزندز وهنا الايه؟ اليونتس. طيب هل انا عندي هنا 100,000؟ مفيش، لكن عندي هنا ايه؟ 10,000. يبقى احط هنا 0 واحط هنا ايه؟ 3. ليه؟ لان انا ما عنديش اي حاجه في ال 100,000 وبالتالي احط فيها 0. هنا ال 30,000 يعني احط 3 في البليس فاليو اللي اسمه 10,000. طيب هنا ال 4,000 اعمل ايه؟ احط 4 هنا. وبعد كده هل عندك 100؟ مفيش، يبقى احط 0. عندي 30 يبقى احط 3 في البليس فاليو بتاع الايه؟ بتاع التنس. وبعد كده احط الايه؟ احط ال 1. نيجي نشوف هنا عندي 500 مليون، يبقى دي الجروب بتاع المليونز، هنا الثاوزندز، هنا اليونتس، يبقى ال 5 هنا. في عندي حاجه في ال 10 مليونز؟ مفيش، عندي مليون بس، يبقى احط هنا 0، احط هنا ايه؟ 1. طيب هنا 500,000 يبقى هنا في 5. هنا 80,000 يبقى هنا في 8.
2000 يبقى هنا في 2، هنا 900 يبقى هنا في 9، 40 1. يلا نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. بيقول لي read the following numbers and complete as in the example. طيب هنا في الاكزامبل هو مقسم لي النمبر للجروبز بتاعته 532 مليون 610,000 and 748. طيب هنا مين المليونز عندي؟ 564. مين هنا الثاوزندز اللي عندي اللي هم الجروب ده؟ 253. مين الجروب بتاع اليونتس؟ 601. هنا كذلك مين المليونز عندي؟ 2. الثاوزند مين؟ 687. اليونتس مين؟ 570. طيب هنا المليونز 73. الثاوزند 421. اليونتس 685. المليون 600 اللي هم دول. الثاوزند 400. اليونتس 200. مين المليونز عندي هنا؟ 809. طيب مين الثاوزند؟ 5 بس. في عندي يونتس؟ مفيش يونتس، ده كلهم زيروز. طيب مين المليونز هنا؟ اهم 7. هل في حاجة في الثاوزند؟ مفيش. طب اليونتس فيها 5 بس، يبقى 7 مليون اند 5. نيجي مع بعضينا نشوف اكسرسايز 6. بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. الاكزامبل موجود فيه 5 مليون 18,215. ايه اللي حصل؟ تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 6. بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. في الاكزامبل موجود عندي هنا 215، موجود عندي 18,000، موجود عندي 5 مليون. ايه اللي حصل؟ دول اول جروب عندي بتاع اليونتس، وده الجروب بتاع ال 1000، ده الجروب بتاع الايه؟ المليون. ضمتهم مع بعضهم فين؟ في الستاندرد فورم. طيب انا عندي هنا 840 مليون بلس 627,000 بلس 254. لما اجي اكتبهم اكتبهم ازاي؟ يبقى اكتب هنا في المليون 840، وبعد كده 627، وبعد كده 254. طيب هنا كذلك، هنا عندي 6 مليون 412,000 578.76. هنا 9 مليون 18,000. يبقى هنا في الايه؟ هنا هكتب 18، يبقى اكتب 018. وبعد كده 72 ما فيش فيها هندردز. طالما ما فيش هندردز يبقى احط 0 في الايه؟ في البليس فاليو بتاعت الهندردز. وبعد كده ايه؟ 72. 4 مليون 4,000 اند 4. هنا 304 مليون، بعد كده الثاوزند ما فيش يبقى 0 0 0، بعد كده اليونتس 24 يبقى 0 2 ايه 24. نيجي الاكزامبل اللي بعده، اكزامبل 7. يقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. في الاكزامبل مديني ستاندرد فورم وفكناها للمليونز والثاوزند واليونتس، والعكس ممكن يديني الاكسباندد فورم وانا ايه اضمها تاني. طب نيجي نشتغل اول واحده. هنا عندي 5 مليون 984,000، ويبقى عندي الجروب ده 371. هنا 23 مليون 600,000 156. طب نيجي هنا 821 مليون 640,906. طب نيجي هنا المليونز في كام؟ في 10، يبقى 10 مليون 800,900. طيب هنا 6 مليون الثاوزند ما فيش يبقى 0، وبعدين في عندي 834. نيجي المجموعه اللي بعد كده، هو مدهاني اكستندد فورم وهنحولها احنا للستاندرد فورم. هنا 6 مليونز، يبقى في الجروب بتاع مليونز نحط 6،
427,152. 1,230,007. يبقى هكتب 7 يبقى احط 007. هنا 25,050,000 يبقى 050. 23 في اليونتس يبقى 023. هنا 302 مليون. بعد كده 4,000 004 and 5 في اليونتس تبقى 0085. هنا 186 مليون، مفيش thousands يبقى حط zeros، في اليونتس 25 يبقى 02A25. Exercise 8 بيقول لي join each two cards which express the same number. يعني انت عندك هنا standard 4 وعندك هنا word 4، وعايزين نوصل ما بين هنا وما بين هنا. طيب تعال نقرا مع بعضينا الورد 4 وبعد كده نشوف مين اللي قصادها من الستاندرد 4. 1 مليون كلهم فيهم 1 مليون. 150,000 يبقى ممكن تكون دي وممكن تكون دي. طب مين اللي بعد كده بقى؟ 670 اللي هي ايه؟ اللي هي يبقى دي 1 مليون 150,000 670 يبقى دي كده هتوصل مع دي كده. طيب اللي بعديها 1,170,170 يبقى ممكن تكون دي او دي. وبعد كده 650 يبقى ايه؟ هي دي. هنا 1,150,760 يبقى هي دي، ودي طبعا تبقى مع ايه؟ تبقى مع دي. نيجي اللي بعديها exercise 9 بيقول لي complete the following table. مديني standard 4 word 4، هنا اكتبها بالنمبر وهنا نكتب بالايه؟ بالwords. هنا 5 مليون يبقى نكتب 5. 902,000 يبقى 902. هنا 431. هنا 24 مليون يبقى في المليون 24. 30,000 في الثاوزن نكتب 30. 205 في اليونتس 205. اللي بعديها 147 مليون ادي 147 مليون. بعد كده 200,000 يبقى 200,000. 465. نيجي اللي بعد كده ستاندرد 4 نكتبها وورد 4. هنا مكتوب ايه؟ 7 يبقى 7 مليون 7 18 948,000 يبقى 940,000. وبعد كده عندي ايه؟ عندي 500 يبقى and 500. اللي بعد كده المليونز فيها 17 يبقى 17 مليون. وبعد كده في 246,000 بعد كده 792 نيجي اللي بعد كده في المليونز فيها ايه؟ فيها 816 يبقى 816.
16 ايه؟ مليون. بقى كده في عندي 201. Two hundred one a thousand. بعد كده في عندي 400. And a and 80. Exercise 10 بيقول لي put less than or greater than or equal. الاكسرسايز ده من الاكسرسايز المهمة اللي لازم مسألة منه تجيلك في الامتحان. احنا اتفقنا لما بنيجي نعمل كومبير الاول بنعد الديجيتس بتاعت كل نمبر. انا عندي النمبر ده فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 ديجيتس، وعندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ديجيتس. يبقى الاثنين طالما متساويين في عدد الديجيتس يبقى ما اقدرش احكم واقول مين الجريتر بسرعه. لو انا عندي واحد فيهم الديجيتس بتاعته جريتر ذان او اكبر من النمبر الثاني على طول بقول ان هو ايه؟ ان هو اكبر. طيب طالما لقيت ان ده الديجيتس بتاعته قد الديجيتس ديت نعمل ايه؟ نبتدي نكمبير الديجيتس اللي في الليفت مع بعضها. يعني انا عندي هنا نشوف ال 10 مليونز هنا في كام؟ وهنا ال 10 مليونز هنا في كام؟ هنا ال 10 مليونز في 3، هنا ال 10 مليونز في 7، يبقى على طول ده لزن ايه؟ لزن ده على طول. نيجي نشوف هنا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. النمبر ده 8 ديجيتس، النمبر ده 7 ديجيتس، يبقى على طول اعمل كومبير بسرعه. يعني ايه ده؟ كده على طول جريتر ذان ايه؟ ذان ده. نيجي هنا الديجيتس قد الديجيتس، هنا 170 مليون، 170 مليون. هنا ال2 قدامها ال2، ال5 قدامها ال5، ال8 قدامها ال8، كده زي بعض. هنا ال2 زي ال2 وال1 زي ال1، هنا في 4 هنا في ايه؟ 3. يبقى طالما البليس اللي فيه الديجيت بتاعه النمبر اللي فيه اكبر من الثاني يبقى هو الايه؟ الجريتر على طول. نيجي نشوف هنا نعمل كومبير. هنا عندي الديجيتس قد الديجيتس، هنا عندي 571 مليونز، هنا 571 مليونز، 600,000 600,000. نيجي نشوف اليونتس، هنا في 2 واللي زيه الديجيت اللي زيه قدامه في 3، يعني ده اكبر من ده. طيب 100 thousands، خد بالك احنا اتفقنا طالما في اس يبقى 100، يبقى 100 جروب اوف thousands، يبقى 100 thousand يعني كده. طيب هنا 110 thousands مين الاكبر؟ طبعا واضح ان ال 110 thousands اكبر من ال 100 thousand، دي تبقى كده 110 thousand. يبقى ايه؟ يبقى دي كده ايه؟ دي للزن دي. هنا 5000 thousands يعني 5000 group of thousands اللي هي كده 5000 times 1000 اللي هي كده تبقى 5 مليون، وعندي الناحيه الثانيه 5 مليون، يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين قد بعض. نيجي اللي بعد كده عندي هنا 3 مليون 63000 and 217، يعني 3 مليون 63000 يعني 063 وبعد كده 217، يبقى زي دي بالظبط، يبقى دول الاثنين ايكوال. طيب هنا 94 مليون اهم، 132000 اهم، هنا 740، هنا ايه؟ 74، يبقى واضح ان دي هنا ايه؟ دي جريتر. طيب اللي بعد كده بيقول لي arrange in an ascending order، يعني من السمولست للجريتست. عشان نشوف السمولست نشوف الاول مين النمبر اللي فيهم الديجيتس بتاعته قليله. انا عندي هنا دول 7 ديجيتس 7 ديجيتس، دي عندي هنا 9 ديجيتس، وعندي هنا 8 ديجيتس. طيب مين الاثنين دول الاقل فيهم؟ انا عندي ده بيبدا ب 3 وده بيبدا بكام؟ بال 6، يبقى واضح ان ده السمولست. يبقى انا عندي هنا 3 مليون 954,685، يبقى ده اللي بعديه. عندي 2 نمبرز عايز اعمل بينهم كومباريزون، عايز اقارن ما بين الاثنين دول، ده 7 ديجيتس وده 8 ديجيتس، يبقى ده على طول هو الاصغر من ده. يبقى هنا 12 مليون 158 and 8، هنا 102 مليون 245,201. نيجي اللي بعد كده هنا 7 مليون 7 مليون 7 مليون، هنا 6 مليون، يبقى ال 6 مليون ده اصغر حاجه 980,017. طيب
كلهم 7 مليون. نيجي بعد كده للديجيت اللي بعد الايه 7 وال 100,000. هنا في 5، هنا في 0، هنا في 4، يبقى ده هو ايه السمولست في الثلاثه دول. يبقى هنا 7 مليون، 5,000، 325. خلاص يبقى خدنا ده، يبقى ده بعديه وده بعديه. 7 مليون، 440 52، 328، 7 مليون، 542,684. نيجي اللي بعد كده، عندي كلهم 8 ديجيت نمبرز. يبقى انا عندي هنا 31 32 37 35. يبقى واضح جدا ان ده اقل واحد، ده السمولست، ده اللي بعده، اللي هم مترتبين جايين مترتبين. ده اللي بعده 35، لا مش مترتبين ولا حاجه، ده 35 بعديه. وده الايه، وده الجريتست، عشان ايه في 37 مليون. نيجي اخر واحده معانا، عندي ده 6 ديجيتس هم، يبقى انا عندي، وده 6 ديجيتس بس ده هنا عندي 8، هنا عندي 9، يبقى ده الاول 888,254,987,009. وبعد كده عندي 1 مليون وعندي 8 مليون، يبقى هنا نكتب 1 مليون وهنا 8 مليون. Exercise 12 بيقول لي arrange in a descending order. Descending يعني من ال greatest لل smallest، من الكبير للصغير. أبدأ بالكبير وأنزل لحد ما أوصل للإيه؟ للصغير. لو اتلخبطت ما بين ال ascending وال descending، الـ D بنقول إن الـ D down، يعني من فوق لتحت. طيب نيجي نشوف هنا مين الـ greatest digit. أنا عندي هنا 9 digits، 9 digits، 9 digits، ده عندي هنا إيه؟ 8 ديجيتس. يبقى واضح ان ده اصغر واحد، يبقى ممكن ابدا بيه اكتبه. نيجي نبص بقى على دول. هنا لما اجي اعمل منهم كومبير اشوف المليونز، المليونز هنا في كام؟ هنا في 833 وهنا 833 وهنا 833، يبقى كلهم زي بعض. طيب نبص على الجروب بتاع الثاوزندز، هنا في ايه؟ 322,000، هنا 400,000، يبقى ده اكبر من ده، ان هنا عندي 3 هنا عندي 4 هنا عندي ايه هنا عندي 3، يبقى ده هو الايه الجريتست، يبقى ده اكبر واحد خالص. نيجي بعد كده نشوف دول ودول. هنا ال2 قدامها ال2، ال2 قدامها ال2. نيجي نشوف اليونتس، الهندردز فيها 1. طيب التنس هنا في كام؟ هنا في 6 هنا في 5، يبقى ده الايه، يبقى ده الجريتر. يبقى 833 مليون 322,168. طيب نيجي اللي بعد كده، مين اكبر حاجه؟ انا عندي ده واضح جدا 9 ديجيتس، يبقى على طول انا مغمض احط هو الكبير. طيب نيجي هنا، يبقى ده بعد كده عندي هنا 8 ديجيتس، هنا 7 7، يبقى ده اللي بعديه في 94 مليون. نيجي بعد كده عندي 9 مليون و9 مليون. طب نيجي نبص على ال 100,000، هنا في 3 هنا في كام؟ هنا في 6، يبقى ده اكبر من ده. نيجي اللي بعد كده، كلهم 8 ديجيتس ما عدا ده ايه 9 ديجيتس نمبر، يبقى ده على طول ايه الجريتست. طيب عندي هنا نقارن بقى بعد كده الباقي، هنا 24 مليون 24 مليون 24 مليون، 571 571 571. طب نيجي نشوف بقى اليونتس، هنا في 2 هنا في 7 هنا في 2، يبقى ده اكبر من ده وده. يبقى نحط هنا 24 مليون 571,782. نيجي نشوف الاثنين دول، هنا 2، طب هنا التنس هنا في 0،
هنا في 7، يبقى ده أكبر من ده. وهنا هيبقى 24 مليون. آخر حاجة خالص بقى، نيجي نشوف اللي بعد كده. نبص بعينينا نلاقي ده عندي 8 ديجيتس، يبقى أنا عندي هنا 70 مليون. طيب بعد كده ناخد مين؟ ناخد ده عشان هنا في 9 وهنا في 7، يبقى ناخد اللي فيه 9. وبعد كده 7 مليون. وبعد كده اخر حاجه خالص اللي هو ايه، ال 6 ديجيتس. طيب نيجي بعد كده لاكسرسايز 13، بيقول لي كومبليت يوزنج سوتيبل نمبرز. طيب تعالى نبص، احنا عايزين نحط هنا نمبر، النمبر ده يكون جريتر ذان ذيس نمبر وليس ذان ذيس نمبر. تعالى نبص بعين، ايه اللي اتغير؟ هنا 56 مليون، هنا 56 مليون، هنا في كام؟ هنا في 340,000، هنا في 430,000، والايه واليونتس ثابته. يبقى ممكن نعمل كده 56 مليون ونثبت اليونتس ونحط هنا اي حاجه between 340 and 430. مين اللي بعد 340؟ 350. ممكن نحط هنا 350، مفيش مشكله خالص. تعال نشوف هنا 61 مليون، 61 مليون، هنا 425 في اليونتس وزيها هنا، يبقى ممكن نحط 61 مليون وعندي نثبت الايه اليونتس. طب انا عندي هنا 708 وعندي هنا 807، نعمل ايه؟ نحط هنا مين؟ نحط اي حاجه ان بتوين ده وده، يعني ممكن نخليها مثلا 709,000 عادي خالص، مفيش مشكله. طب نيجي هنا 500 مليون، 500 مليون، هنا 600,000، 700,000، ودول مختلفين، خلاص ممكن ناخد أي واحد فيهم. طيب ناخد هنا إيه؟ ناخد مثلا 600,000 and 50، وبعد نعمل هنا إيه؟ كده. يبقى أنا جبت عندي جروب أوف thousands بتوين الـ 600 والإيه؟ والـ 700. طيب هنا 43 مليون، هنا 430 مليون، ممكن نحط سهلة قوي دي، يعني ممكن زود لي مثلا 100,000 هنا، يبقى هنا 43 مليون 151,289. طيب نيجي بعد كده بيقول لي اكسرسايز 14، which of the following numbers is the closest to ال 1 مليون. مين اللي قريب منه هنا؟ اللي قريب من ال 1 مليون اللي هو انا عندي هنا 6 ديجيتس، مين الجريتست 6 ديجيتس؟ اللي هو ده. طب تعالى نعمل كومباريزون بتوين ده ودول، اللي هنلاقيه قريب من ده يبقى هو اللي قريب من ال 1 مليون. طب ده هنا الديجيت ده فيه 9 وهنا فيه 9 وهنا فيه ايه؟ 9، يبقى كلهم متساويين في البليس بتاع ال 100,000. طب بص هنا فيه 0 هنا فيه ايه؟ فيه 9، يبقى ده قريب من ده، وطالما ده قريب من ده يبقى هو اللي قريب منين؟ من ال 1 مليون. طب هنا 5 مليون، نعمل ايه؟ ادي ال 5 مليون، نشوف مين من دول قريب من ال 5 مليون. لما تيجي تبص هنا كده انا عندي هنا 4 مليون 900,000، ال 900,000 عايزه 100,000 عشان توصل لمين؟ لل 5 مليون، يبقى ده بعيد ب 100,000. طب ده بعد ال 5 مليون بقد ايه؟ ب 900 بس في اليونتس. طيب ده عندي هنا 4 مليون 999,000، ناقص له قد ايه؟ ناقص له 1,000 كاملين عشان يوصل لمين؟ لل 5 مليون، يبقى واضح ان هو ده اقرب ايه؟ ده اقرب واحد، يعني ده فاضل له كام؟ ده فاضل له 1,000، وده بعديه بكام؟ ب 900، وده بعيد ب 100 ايه؟ 100,000، يبقى هو ده اقرب واحد. نيجي نشوف اللي بعديه 500 مليون، ادي 500 مليون 500 مليون 500، ده ما وصلش ل 500 مليون، ده فاضل له قد ايه ده عشان يوصل ل 500 مليون؟ ده فاضل له لما اجي ازود 1 هنا كده، مزود 1 هنا هيبتدي يوصل معايا ل 500 مليون، يبقى ده فاضل له كام؟ فاضل له 1,000. طيب هنا ده معدي ب 5,000،
لكن ده معدي بكام؟ ب900 بس، يبقى هو ده اقرب ايه؟ هو ده اقرب واحد. نيجي اللي بعد كده 100 مليون، مين القريب منها؟ ده 110 مليون، يبقى فيها في 10 مليون زياده. هنا 100 اند ايه 900000، يبقى هو ده ايه؟ ده هنا مزود كمان مليون، يبقى هو ده اقرب واحد. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 15. بيقول لي write the following in digits. الاكسرسايز ده من الاكسرسايز المهمه. هنا بيقول لي كوارتر مليون باوند ايكوال كام باوندز؟ الكوارتر بالنسبه للمليون عباره عن 250,000 باوندز، يبقى هنا 250,000 ايه باوندز. طيب الهاف مليون باوند ايكوال كام باوندز؟ الهاف مليون ايكوال 500,000 باوندز. ال 3 فورسز اوف المليون باوند ايكوال كام باوندز؟ او ال 3 كوارتر مليون باوند ايكوال كام باوندز؟ ايكوال 750,000 باوند. لازم تبقى عارف الثلاث اختيارات دول عشان مهمين قوي. طيب نيجي بردك لسؤال مهم اللي هو سينك اند انسر. بيقول لي فايند تو 9 ديجيت نمبرز وذ ذا ديفرنس بتوين ذيم از 1 مليون. لما يكون الديفرنس 1 مليون يبقى التغيير اللي هيتم في الجروبز بتاعت المليون. يعني ممكن اقول هنا يعني جروبز اليونتس زي ما هي والساوزند زي ما هي، يبقى هنا اليونت زي ما هي والساوزند زي ايه؟ زي ما هي. طب نيجي نحط هنا 1 ونحط هنا ايه؟ 2، يبقى انا عملت هنا ديفرنس بتوين ذيم از 1 مليون. وبعد كده نعمل ايه هنا؟ اضيف 2 ديجيتس لان عايز 9 ديجيت نمبرز. يعني ممكن اخلي مثلا 23 واحط هنا ايه؟ 23. لما نيجي نبص نلاقي ان ده 231 مليون وده 232 مليون. خلينا هنا الديفرنس ما بين ده وده 1 مليون. الحاجات دي بيبقى فيها تفكير وبتزود قدرتك على استيعاب الايه؟ على استيعاب الماده. هنا find two 9 digit numbers with a difference between them 1 a 1000. يبقى تيجي على البليس فاليو او البليس اللي اسمه 1000 تعمل فيه تغيير بمقدار 1. اغير في البليس ده just 1 between النمبر ده والنمبر ده. طب وبقيه ال 9 digits؟ بقيه ال 9 digits كلهم هخليهم ذا سيم. يعني اليونتس مثلا 000 وهنا 000. نخلي ده 1 ونخلي ده ايه؟ ونخلي ده 2. يبقى هنا في ديفرنس بتوين ذيم 1000. نعمل ايه؟ نستكمل بقى ال 9 ديجيتس. ممكن اعمل هنا مثلا 3 3 3 3، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهنا نعمل زيها بالظبط. هتلاقي ان التو نمبرز دول الديفرنس بتوين ذيم از 1000. يبقى على حسب ما يقول لك هتغير كام تيجي على البليس فاليو اللي هو الفاليو بتاعته مديها لك وتعمل تشينج باي 1 كاونتنج نمبر. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2. ليسون سهل جدا ما فيش فيه اي مشاكل. لازم نذاكر كويس ولازم نحل الاكسرسايزز بفهم. اسمع الليسون مره واتنين لحد ما تفهمه كويس. ان شاء الله الهوم ورك بتاعنا ما ننساش زي ما احنا متعودين ان احنا نشتغل من الورك شيت. ليسون 2 يبقى انت الهوم ورك بتاعك ورك شيت ايه؟ ورك شيت 2 ان شاء الله. وبالتوفيق ان شاء الله.